صباح الخير، اسمي محمد سالم، رئيس محل خبز الكرمان. حقيقة أنا سعيد الحظ إن أنا يعني أقول برزنتيشن اللي جائزة الخبز الرئيسي فيها كنا المهندسة أمال العقل، إن أنا بريزنت أكتر من يعني موعد. وسعيد أيضا إن أنا أتكلم مع الدكتور محمد، الحقيقة دربت حظي كويس. الترتيب بتاع النهارده ان شاء الله هيكون على الشيفت من الاي ليرنينج لليو ليرنينج. اليو هنا فور كونكتس، اللي هي الليرنينج في اي مكان وفي اي وقت. وهنشوف ازاي احنا نادابت الليرنينج انفايرمنت كلها اللي تروح للموبايل. البرزنتيشن بتاعنا ان شاء الله حوالي 15 دقيقه. هحاول ان انا مركز في حقول الحاجة الادوكيشن في القرن ال 21. يمكن التكنولوجي كان لها تأثير واضح في البيزنس، ولكن يمكن هذا المعرفة اللي تأثيرها في الادوكيشن هيكون تأثير ثوري. بعد الادوكيشن باي اول مينز ما بقاش مصر ومدرس وتلميذ قاعد على مكتب اسمه التعليم. النهارده بقى الطالب هو اللي بيختار اي وقت ما عاوز يتعلم. واكثر من كده لما بيكون في تعليم حاجه شخصيه، كميه المعلومات اللي هي بتديله اكيد بيكون التركيز بتاعها بيكون اكثر، علاوه على الكولابوريشن او التعاون مع بقيه الناس اللي هم موجودين معاه. اند ذن الموبايل ليرنينج دي مش حاجه جديده، هي موجوده معانا بقى مده، ولكن يمكن لما نشوف بقى شويه حقائق جواد الاداره قد ايه هي هتتغير بعد كده. خلينا نبص على الاي سي سيكتور في مصر. الاي سي يمكن هنا عند سنه 2008 كان في كلام كتير قوي عن السيتويشن بتاع الموبايل فون. بيقول النهارده عندنا 60 مليون سبسكرايبر في مصر، احنا عددنا 80 مليون، عندنا 60 مليون سبسكرايبر. ده اللي هو الموبايل فون. لو ضفنا دول كمان 10 مليون ثابت نتكلم على تقريبا الافشنسي. ولكن خلينا نتكلم في الموبايل فونز. كل الناس اللي بيقولوا 2008 هي ساتوريشن، اللي هو بعد النسبه ومش عارف ايه، ولكن ما حصلش. اللي حصل ان الموبايل فونز عماله تزيد. النهارده وصلنا نسبه البنتريشن بتزيد عن ال 75 في 100، وواضح ان هي بتستمر ان هي هتعدي ال 100% في واحد من ده الموبايل فونز. الحقيقه ما اعتقدش على المدى القريب في اي جهاز يعني في خلال 8 او 9 سنين قدر ان هو يبقى نسبه الانفليشن بتاعته على مستوى العالم كله زي ما هنشوف زي الموبايل. يعني خلينا اقول لكم كم واحد فينا من العاملين دول لو نسي تليفونه في البيت ونزل مش هيرجع يجيبه من البيت. فكروا كده، لو واحد كان نزل من البيت وتليفونه في البيت اكيد هيرجع يجيبه تاني من البيت. ليه؟ كلنا عارفين. لو بصينا على الانترنت بريتريشن برضه دي هنلاقي فيها هنا الريثميك تشينج كده زادت في صوره لوغاريتميه، ودي برضه بتروح في الاي ليرنينج. ده بتكلم جنرالي على الموبايل. خلينا نقول شويه ارقام يمكن في بعضكم انتوا عارفينها، انما يعني خلينا نرجع سوا. النهارده في 5 بليون واحد مشترك في الموبايل فونز في 2020 وبتزيد. في 150 مليون اكتف يوزرز كارنتلي موجودين على الفيسبوك من الموبايل، والاكتيفيتي بتاعتهم ضعف اللي بيخش على الفيسبوك من اللابتوبس او البيسيز. في برودكتس بقيمتها مليون دولار الناس اشتروها من امازون عن طريق الموبايل. حاجه ثانيه، 70% من الانتريشن النهارده ال 5 مليون دول بيزيدوا، وعن طريق طبعا اللي درايفنج الدنيا كلها هند والصين. طبعا الصين مليار و100 مليون، والهند مليار و250 مليون، في الانتريشن بتاعتهم بتوصل 60 70%. فيعني النهارده 70% من الانتريشن، بعد كده طبعا هتزيد. انما انا بتكلم بالتحديد على 3 جي اللي هي لها القدره اللي هي تبي تو بي كونكتد على الانترنت. النهارده 85% من
رجعت السنه الجايه من الموبايل فونز، ودي هتقدر تعمل اكسس على الانترنت. التليفونات العاديه اللي هي ما بتخش على 3 جي مبيعاتها بتقل الوقت اللي التليفونات الاخرى مبيعاتها بتزيد. ده معناه ايه؟ معناه ان النهارده ان الموبايل فون والموبايل يوزابيلتي بتزيد. احنا في انديكيتورز في اليونايتد ستيتس بتقول ان الموبايل يوسج له 10 بريورتيز، اولها مايل اتموسفير، ثالث حاجه فيها اللي هي الموبايل ليرنينج. فالموبايل ليرنينج النهارده استخدام التليفون او الموبايل ستيتس النهارده بقى ثالث حاجه بيستخدم فيها الموبايل في الانترنت. برضه دي برضه بعض الارقام نحب يعني نشوفها النهارده، ده معمول في ديسمبر 2009 دي موجوده. البنتريشن بتاع 3 جي بقى 3 جي يعني ممكن ان انا اكونكت على الانترنت. طبعا اكثر دوله في العالم هي اليابان 91%، هتوصل 100% في نقطه 2014. وعلى فكره هو من الطبيعي ان بعد كده تبقى فوق 100%، يعني بيبقى الواحد عنده اكثر من جهاز. طبعا في ناس بين الجهازين، ولكن الجهازين بيكونكت على الانترنت. يعني بتاريخ بعد كده يمكن في المنطقه الامريكيه 24% في 2014، المنطقه بتاعتنا يمكن توصل ل 65%، which is not bad على فكره بالنسبه لي. لو بصينا على الشارت ده اللي هو التكنولوجي والليرنينج موديل بتاع الموبايل، هنلاقي ان هو قبل كده كان سنتر، كان كنترول، كان الواحد قاعد قدام الجهاز بيزنس تريننج، قاعد يتعلم اللي موجود على الجهاز، ملوش يد. لما بعد كده ابتدينا نخش على البري ويب اللي هو الويب بيزنس تريننج، يمكن ابتدى يبقى فيه شويه ترانسفير للسكيلز، ولكن برضه اللي بيتحكم فيه هو البي دي سي اللي قاعد على الكمبيوتر. يمكن يعني بدايه التغيير مع بدايه الويب 2.0 لما يبتدي يبقى فيه تيم سنتر، تبتدي يبقى فيه نولج كريشن، ثم انتقل بعد كده على المرحله الثانيه اللي هي الكوميونتي سنترز اللي هي في الريل تايم، وان الواحد ممكن يتعلم في اي وقت في اي مكان. زمان كان الليرنينج ممكن يكون انالوج، بمعنى ان انا ممكن ابعت واحد كوبي او يعني هارد كوبي يقراهم. بعد كده ابتدى يبقى في انميجريشن ديجيتال، بيبقى دي موجوده بعدين، ولكن حاليا بيبقى في ديجيتال ميل للانترنت. خلينا نعرف الموبايل ليرنينج. على فكره لما بتكلم عن الموبايل ليرنينج ما بقولش الموبايل سيتس، الموبايل ليرنينج دي اللي هي اللابتوبس، اللي هي يعني النت بوكس، اللي هي طبعا الموبايل فونز، اللي هي البوكيت بي سيز، اللي هي البار بي سيز، اللي هي الايبادز حاليا. ودي طبعا الميديا بتاعتنا بتبقى جي اس ام، جي ار، جي بي ار اس، في الواي فاي. دي الموبايل ليرنينج احنا بالطبيعه متحركين، يعني في معالم المجال اللي احنا بنقعد نشتغل فيه، فاحنا دايما بنبقى مسافرين، بنبقى موجودين، بنزور حد، موجودين على الطريق بنروح حته او دين. مين هم الليرنرز؟ تقريبا الريبورت، يعني اللي هم الناس في الاوبريشن، الناس اللي هم بيشتغلوا بيتعلموا حاجه جديده، والاوبريشن الليرنرز اللي هم الناس اللي هم يمكن الجديد في الموبايل ليرنينج هو زي ما قلت اللي هي الليرنينج سبيكترز، اللي هو بيبقى لا يعتمد على مكان ولا يعتمد على يعني زمن معين. الوقت اللي بيتقدم فيه الليرنر هو عاوز يتعلم ايه، هو اللي بيحدد كافيه يعني. يعني ايه اللي بيفرق الليرنينج على الموبايل ليرنينج؟ ده بيبقى حاجه زي الكبسول كده، زي ما بتبقى حاجه يعني محدده، بتبقى يعني اضاف للريكوايرز بتاعتنا. الموبايل فونز على فكره اولد سبوت، يعني المده طول ما انا صاحي الموبايل بتاعي بيكون اون، ممكن اتعلم في اي وقت، بيبقى اون ديماند، بيجيب لي الحاجه اللي انا عاوزها، وبالتالي هو بيحدد بالظبط ايه الحاجه اللي ممكن انا اعملها معاه. لو بصينا على الديفايسز ممكن نلاقي هو ديجيتال تي دي اس بتاع النت بوكس الحاليه اللي هي نزلت في مستوى يعني النهارده البي سيز، الناس اللي بيبيعوا بي سيز عندهم